السيد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الأستاذ عبد اللطيف وهبي الصديق والأخ الكريم، مرحبا بكم. رجعت ما بين الوردة والجرار، هذا الحزب الذي مضيت فيه أكثر من 17 سنة، أكون لكل قيادته ولكل أطره كل التقدير والاحترام، وسأظل ذلك إلى يوم الآخر. طالب مني السيد الأمين العام وكان لعب دورا كبيرا في رأب الصدع ما بيني وبين قيادة الحزب، وطالب مني أن لا أغادر حزب الاتحاد الاشتراكي، وهذه هي الحقيقة. وتواجدي أو قراري بالالتحاق بالأصالة والمعاصرة لم يأتي عبثا. نعم، تلقيت مجموعة من العروض من كل الأحزاب التي اتصلت بي، ولكن كان أقرب لي هي الأصالة والمعاصرة بحكم العلاقة القوية التي تربطني مع كل الإخوان بهذا الحزب، سواء محليا أو إقليميا أو جهويا أو وطنيا. قلميل تعاني من البطالة، تعاني من عدة مشاكل. قلميل جنوبا كتلقى المشاريع الكبرى ديال المهيكلة ديال الدولة كتحطهم الجنوب. قلميل شمالا كتلقى مشاريع مهيكلة كتحطهم الدولة. علاش قلميل؟ علاش قلميل ما فيهاش مصانع؟ علاش قلميل ما فيها مجموعة ديال الأمور؟ نعم، قد يقول البعض أنت منتخب، نعم أنا منتخب، ولكن ما عمري سيرت جهة، ما غلطش شي واحد شي حد. أنا كنسير البلدية ديال قلميل 12 سنة، ومن بعد كنسير الحزب اللي أنا كنت فيه لمدة الولاية الثالثة، وكنتحمل فيه المسؤولية كاملة، ومستعد للحساب، لأن نهار شديت البلدية ما لقيتش حتى كرسي فين يشدوا لأعضاء المجلس اللي يمسكوا. قلميل كلكم كتعرفوها بالمشاريع المهيكلة وكل ما وقع فيه، لولا لم تقع حادثة سير سنة 2014 اللي كلكم كتعرفوا القصة ديالها. مع كامل الأسف هناك من كانت له نية سيئة باش يوقفوا ثمن المشاريع التنموية بجهة قلميل مودن أو بمركز جهة قلميل مودن اللي هي عاصمة بوابة الصحراء. اليوم حنا كنقول الخصوم ديالي وكنقول أعداء السياسيين، أنا ما كنكلكمش الأعداء، ولكن أنتم تقلون للأعداء، ولكن كنشكركم، كنشكر هذوك الأعداء وكنشكر هذوك الخصوم. فتحوا لي مجال كبير باش نتشهر وباش نتعرف، وأنتم كيحصلوا عليكم الناس الكذوب، بالكذوب اللي كديروا دائما لساعد لأكثر من عقلين من الزمن. شوف أنا غنقول لكم واحد القضية، أختلف مع قيادة العدالة والتنمية جملة وتفصيلا على المستوى الإقليمي والمحلي والجهوي. أختلف معهم جملة وتفصيلا على مستوى الإقليمي والجهوي والمحلي، ولكن أحترمهم لأن ما عمرهم وصلوا لهالدرجة ديال الحقد أو ديال كذا. أما الآخرين ما كيقلبوا غير على الحبس ديال عبد الوهاب، واش هادو حمقين مالهم؟ وخا هذاك ديال مخلوق قبولة، أنا بهذا الطريق كيحط الصدق ولكن مقبولة في إطار النقد، راه كاين مشكل. اليوم نحن على أبواب انتخابات وتجديد كل المجالس. بسم الله اللي بغا يخدم، خذ الرئاسة، خذ البرلمان، خذ، ولكن قعدوا المشاريع، أجيو نفكوا المشاكل ديال المواطنين. أنا ما نطالع حتى حاجة. إذا نتمنى أن يصل الصوت للجميع، أن نقوم بتنمية جهتنا. كفانا من الصراعات، كفانا من القبلية، كفانا من العنصرية، لنتحد إلى الأمام. أتمنى وأنا صادق في كلمتي والجميع يعرف ذلك، خسرت الجهة كان بإمكاني أن أخسرها، كان بإمكاني أن أسحب تزكيات لرؤساء الجماعات ويأتي أطراف أخرى، ولكن ليس على حق على حساب كلمتي، فلتذهب الجهة وتبقى كرامتي وشرفي وكلمتي. أتمنى أن تصل الرسالة للجميع، أتمنى أن تصل الرسالة للجميع، كفاكم من الحقد، كفاكم التلاعب بمشاعر المواطنين، كفاكم يا أولئك الذين يختبئون وراء مخمولاتهم، كفاكم من التدوينات الفاشلة
بيكم عقلكم الناس كاملين، عقلكم الناس كاملين. اللي كتب شي تدوينه نهار اللي كانت نطلعوا به شي دعوه كيقول لك تسطريه، لا تسطريه الفيسبوك ديالو. ماشي هي هذه الرجله، كل راجل يقول انا درت هذا الشيء. ملي تمشي للمحكمه علاش كتكذب؟ علاش كتقول تسطريه الفيسبوك؟ ايوا لا، اللي دار شي حاجه خصو يقول صحيح. بعد قليل سيتفضل السيد الامين العام بتقديم مرشحي الحزب على مستوى اربعه اقاليم، وساترك له الاسماء لانه لم ارحب بالبعض حتى اترك للسيد الامين العام ترحاب به، لانه اعلى مني درجه وهو الذي سيقوم بذلك. سابقا عرفت والديكم 10 سنوات وصديق قريب كان دائما. ما عمر كانت السياسه كتفرق بيناتنا، بالعكس كنا نلتقي في الرباط، نلتقي في اكادير، نتكلم في امور كثيره. فهنيئا لكم به، وهنيئا لنا في حزب الاصاله والمعاصره به. هذا هو الحقيقه. رايك قبل مين؟ كان دائما هي الباب ديال المقاومه، الباب ديال التحرير، والباب ديال النظام من اجل تحرير الصحراء، والنظام من اجل تحرير المغرب. دائما المهم هي اللي كتعطي، هي اللي كتضحي، هي اللي كتقدم. وديما كيسموها الباب. ان واحد النهار غادي الحكومه ديالنا والدوله ديالنا غادي تتصرف شويه بالفلوس في المين، باش ما تبقاش الباب تولي صالون ولا تولي شي حاجه اخرى، باش تطور. هما كيبغيو يخليوها باب، انا ما نتفقش. انا لحيت زيد الزبط بالمين اليوم اكتشفت ما هي الاشياء اللي دارها المجلس البلدي اللي كان فيها السعدوب ولا غيره، ولا كذبات الكثير. ولكن رغم ذلك بالميم مازال محتاجة الكثير، ويبدو انه بالميم عرفت قليل من المنجزات وكثير من الظلم، كثير من الظلم، لانه حتى الان ما شفناش استثمارات كبيره. فهذا بالميم كتبقى هي المنطقه ديال الانطلاق ديال المسيره الخضراء وديال التحرير، فيش تحرير ومقاومه. بغينا في الكادر كذلك هي نقطه ديال التطوير الاقتصادي والاجتماعي في الصحراء. ولكن يبدو ان البعض ما عندوش هذا الرغبه. حيت تكلمنا انا السي عبد الوهاب كان همه الاساسي غادي واحد التحليل لان كاع تقصر. قال بانه غالبا كيكون المجلس الاقليمي، كتكون المجلس البلدي، كتكون جهه فيها احزاب مختلفه، فما كتكونش مشاريع كبرى، كيبقاو المشاريع تاع كل جهه جهه، كل مجلس مجلس. وقال اذا جمعنا هذا الشيء في حزب الاصاله والمعاصره ربما نتفقوا داخل الحزب باش نديروا واحد المشروع استراتيجي كبير بين مين؟ بين 2016 عفوا بين 2021 2026 ونستثمروا فيه جميع الاموال ديال هذه المؤسسات، ماشي كل المؤسسات ديال مشروع صغير في كل مكان. اعتقد بانه التحليل ديالو صحيح. ولكن راه قول لي ما يمكنش اللي قدام الى ما ولادها والابناء ديالها والنساء ديالها والرجال ديالها هما اللي يتحملوا المسؤوليه وهما اللي يتواجدوا. لذلك انا متاكد بان عايش واحد الوقت غادي يفهم الجميع بان قول لي ما بقاتش بوابه. قول لي ستتحول الى محور العمليه الصناعيه في المغرب، الى محور العمليه التجاريه في المغرب، الى محور. وهذا مفهوم انه ما يمكنش الجهات بالمين تبقى هكا، وإذا غادي تموت خاص بالمين تخرج للعالم، خاص بالمين تخرج للعمل الصحيح. نحن في الحزب قررنا أن نأتي في الدرجة الأولى، في المرتبة الأولى، وسنأتي في المرتبة الأولى، ستكون بالمين حاضرة معنا، وسننتصر في ذلك اليوم. على كل أنا في الحزب حليت باب الشباب. نحيت جات اللائحة للشباب رفضتها، علاش رفضتها؟ لأن كيقولوا لنا اللائحة الوطنية للشباب وما دايرين اللائحة للرباط الشباب، غير دوك اللي حداهم اللي كيديروا. لا أنا من هنا جاي من تارودات، وواحد آخر جاي من زاكورة، واحد جاي من قلمي، أنا ما عنديش الحق، الحق هنا ولادكم اللي في الرباط. حيداني وما لقيتش هذه الشباب، وعطينا هذه المرأة زدناها في 60 اللي عند المرأة ديناها 90 وقلنا لهم قال مزيان نديروا اللائحة الوطنية للمرأة، قلنا لهم لا والحزب ديالنا هو اللي فرض تكون اللائحة الجهوية للنساء باش كل جهة تصرف النساء ديالها، كل جهة تبقى 10 النساء. كاين تامين أحزاب مختلفة وهذا هو اللي مهم باش ما تبقاش السياسة كيحتقرها شي واحد. نبدا من القديم كتعرفوا السي رشيد الدان مع الأساس زاد يطلع البرلمان معايا يطلع البرلمان معايا أول مرة كان الشعر ديالو بحال دابا ولا أبيض غادي نمشي لطنطان. فين هو السي إبراهيم؟ ها هو
إبراهيم الحاج إبراهيم. سي إبراهيم وحدهم مرشح ديال نفسك كنطون من رجال الأعمال كنعرفو بلا رفقك. بغيتو تهرب بالميم؟ أنا بالميم لأنه كنحسبها مظلومة خصو محامي يدافع عليها. لذلك أنا محمد الصباري اللي محامي لأن طنجة لأن طنجة. يلاه سي